بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه، أما بعد. وجرنا الكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ مركز بس هذا لي عقيدة أهل السنة والجماعة، أيها أسوة قدبي، معاملات أهل السنة والجماعة قاب رقم كذا، إيه أخلاق دولة، محاسن الأخلاق دولة، إيه وحي فران. شيخ وحي مركو ويحافظون وحي حفظيان كدي مركو كسور رمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحافظون وحي حفظيان على الجماعات جماعوينك صلاة جماعة ده. صلاة ده جماعة ده إني تكذان أي إلاليان. وصفات أهل السنة وحكمت المحافظة على الجماعات، حضور الجماعات ولو رجيده صلاة ده فرض كأه إن جماعة ده لو حاضره إيوه صلاة جماعة ده صلاة عيد ده وعسل ورجيده مركوا شعائرتي قريب كمد ساسي أهل السنة كسنتين. المحافظ على الجماعة وواجب يكون الرجع عن يعني مسافر كأهين. وحانا أصوى أرورتي فضائل آدي آدو فربضا هي أصوى أرورتي واجباتها كم إذا كنت سناية النبي صلى الله عليه وسلم ويريوحا تمنيين إن آن صلاة أمره إن لا أقيمه كدبنا أن غفر هذا تجي وأن الله أبته قريها ذاتك كجرا وأن سواء هذه من جميع هذا ومركز أن كجب قريها دحابة قاتلين أن كجب قريها أن دمعوا يلوا تمني مركوح يراهدين قريتان وحا كيني كراه وحاويان واجب اللي قتقي وفي مركب واجب قتقو أي قريتان ما كرا لكن صنها دي وقتقو إن لقجبه ما إيمانه يسوميش كمجرته. سيدو كلا وها الدليل نبي صلى الله عليه وسلم إلا فرح حتى أسود قال كجرة إنه صلاة تجيو جماعة هان وتجيو آية الوحى أصغررت آية دي سورة النساء يا حرب أنت الوجرة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك جماعة كل استاكتالي فلتقم كل استاكتو وكل تكتو مركب ما دام حتى دقال كأيو الوجرة جماعة اللي قد تجي واي من باب أولى وحاءه وكذا أوليسا وفو أسوه قرقي سي جوغا إنه جماعة ده أوتو كذو سيدو أكلا النبي صلى الله عليه وسلم واتي ويمد نين ما رحتي عذر دار واتي ومن دلاء انت أصلا يقول سيد درناد إنه نقائدنا هاي سنين ويالدونا مركز إسكي قددي بحلة بدن تهي النبي نوح كير صلى الله عليه وسلم هدي أدم عذا أذان كم مقل إذا صاح حاضر ما أذكر صلى الله عليه وسلم الحديث نوح يصار أرتي إن منافقين تتلمامه وذا كم يتهاي تأخر كصلاة الله قد تأخره صلاة الله قد يبدأه من رجعت أسمع كنت سنة إذا يعني قيد إيمان كم إذا أنا يتهاي ومؤمنين تتلمانته وذا يتهاي المنافقين تو كجابيان لأنها وقت يدى لدو منكره أي دو منجرين سيدا هبين كيو كلا مقدقة لو وقت قاس الله يرد مجرين مركا أدو قريب سيسكي جوغ منافق سو أولا إن إلهي درتي سكا أهين أول بنا دتك استوسي أهين دتك أركي ما يان هذا صلاة مركا أقوع لس نبي صلى الله عليه وسلم واتفيره صلاة عشاء هي فجر أقوع لس منافقين تا أوامير مركا أصلا أرورتي صلاة يعني هذا واجب تهين فضائل فربضنا وأصوى أرورتي ونبي صلى الله عليه وسلم تضبع إلى باطن أي كفضل بدن تهي درجة أي لا يفتقف كنو كل يسوت كذا مركة واتلمامة أهل السنة والجماعة كم تهي يوحي عليه حفظيان أي وشيعات ما أركان وخلاف سين أهل السنة ما أركان إني واجب تهي وحي كليه إمام كان معصوم كهمر كي ماذا أي واجب نقول نقان إذا أنا لا تكن وهي كهر يا ماي إمامكم معصوم كا وح وهم يهون جرين
oo been ay ayagu istoosiyeen ismoodsiyeen weeyaan. Wayadiinuna waxay ka ay uga diin dhigtaan binasiixati lilummati, ummadda inay u naseexeeyaan ayay ka diin dhigtaan ahlusunna waljamaaca. Macnaha waxay arkaan inay diinta ka mid tahay in ummadda loo naseexeeyo oo loo khayr miiro oo wixii wanaagana loo sheego, wixii sharana laga reebo, oo la yidhaahdo waxaanina waa wanaagi ha la sameeyo, iyo waxaani waa wanaagi aan laga tegin, qofkii ka tagana lagu baraarujiyo, iyo in xumaantii laga reebo, xumaantii in laga reebo, la yidhaahdo waxaani waa xumaan isaga taga, dadka xumaanta ugu yeerana looga digo, la yidhaahdo xumaanay wadaane ka jooga, la yidhaahdo yaan la raacin. Halkaas marka dadka qaarkood waxay ay caado ka dhigteen inay yidhaahdaan daci alkhalqa lilkhaaliq iyo wax lamid ah, khalqiga Ilaahay u daa, adiga maxaa ummadda ku daba dhigay? Sidaas maahan. Marka ummadda muuminiinta ahi wanaagay isfaraan, xumaantana way iska reebaan, dadka ay u khayr miiraan. Waa u khayr miiraan waxaa loola jeedaa qofkan nafcigiisa adduuneed adduun iyo midiisa aakhir wixii ku jiray u sheegaan, wixii intaas ka hor imaanayana way uga digaan. Marka dadka u khayr miiraan oo khayrkooda wuu gudbaa. Ilaahayna muuminiinta saas uu ku tilmaamay, halka munaafiqiinta cagsigeeda lagu tilmaamay. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله. مؤمنين توها ليل يا مؤمناتكم قاركود قارك كري ولي ويهين ويستعليهين وناجي إسوران حمانتنا وإسكريبان إلهي رسولك سنوى أطيعا. ألك المنافقين تلويري يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. وعجيب أن يقف أهل المنكر ويسوء استعبوا مناكير تدد كفره kuwa warkaan oranayaahi daci alkhalqa lilkhaaliq, kuwa oranayaahi ma radinayaan uma oranayaan dadka maxaad munkarka u farayda, ka leexo dadku xor weeyaane, munkarka ha farin, ma oranayaan. Laakiin qofka wanaagsani markuu wanaaga faro ay leeyihiin, maxaa ku daba dhigay dadka adiga yaa ku raaciyay? Marka qof muminka waa inuu yiraahdo markaas waxaa iraaciyay Ilaahay, baa iraaciyay Ilaahay, shaqa iga dhiga inaan dadka wanaaga u sheego, xumaantana ka reebo, midkii xumaan wadana aan maaragtay farta ku ishaaro, iraahdo xumaan wada, kii wanaag wadana aan ku garab istaago, aan ku taageero. Marka waa cibaada Ilaahay lagu caabudo. Maxaa kaa galay haddii lagu yiraahdo waxbaa iga galay? Waxbaa iga galay. Wayadiinuna waxay ka diin dhigtaan binasiixati lilummati, ummad in loo naseexeeyo. Nabiguna sal alla alay wasalam waa kula baayactamay saxaabada, sida saxaabiga la yiraa Jarir bin Cabdillahi Albajri uu yiri nabiga kula baayactamay inaan ummadda u naseexeeyo. ويعتقدون وهي عقيدة معنى قوله صلى الله عليه وسلم أبقى قول كي سأويري المؤمن للمؤمن كالبنيان، مؤمنك كلوح وياه اسمه كله يشد بعضه بعضا، قاركيس قارك كله أيو ما عرفت أتكياه، قاركيس قارك كلو أتكياه والآن تسمتها جناكره. نركبه تسالي النبي صلى الله عليه وسلم تسالي دوينيه وولي بآدي أدو حالير tusaalahaas waxa weeyaan dhismuhu qaybba qayb ayuu ku taagan yahay, dabaqyada arkayda guryaha dhisan midba mid ku taagan yahay. Marka haddii jaajuuradaas uu ku taagan yahay mid ka mid a laga siibo, waa dumaya gurigii, khalal baa ku dhacaya, waa u dumaya. Tiirarka uu ku taagan yahay haddii tiir ka mid laga siibo, saasoo kale mu'miniintu waa tiiraray isku yihiin, tiirba meeluu ka taagan yahay, midba wuxuu ummadda ugu aadan yahay, midaa Ilaahay gacantiisa wuxuu ku shubay maal uu dadka ku deeqayo, oo hadii jeeraale uu uga warqabayo qaraabaha ahaato ama dad kale u baahan ahaato ama dacwad uu ku nashriyo garabsiyaha ahaato, mida cilmigii u haya oo cilmigii u nashrinaya, mida Ilaahay awood siiyey oo maaragtay u dagaalamayo jihaadkii u wada, midba meel u taagan yahay, mid ayaa Ilaahay caqli dheeraada siiyey oo u kala garsooraya oo maaragtay oday u ah, midba wuxuu ugu aadan yahay. Marka mu'miniintu waxay isku yihiin garab, garab ay isku yihiin, waanan dhismahoo kale. Dhismahaas marka qaybta kale kama maaranto, sidaasoo kale aan qaybta kale uga maarmin, muminkuna muminka kale kama maarno, waa bunyaan oo kale. Yashuddu bacduhu bacdan, qaarba qaarka kale ayuu xoojiyaa, qaar qaarka kale ayuu xoojiyaa. Washabbaka bayna asaabicihi, faruhu isdhex geliyi, farihiisu isdhex geliyi. Marka isdhexgelinta faraha wuxuu ula jeedaa siday isku haystaan, sidaasoo kale muminiintuna isku haystaan, sida faraha isku haystaan, isugu dhegan yihiin,
أي مؤمنين تنو اسكويهين يا سوكل اسكويهين مركو واتصالة كلا أسونا تشبيك الأصابع أسونا واتصالة لبار وكنت صالينا أيوه سيد المؤمنين تو أي اسكويهين وأن أمد اسكو دقان واسكو دو وأن كلام مارين اسكويهين ساسي تاي دنا قلدا كدعا وحا لغا يابا إنو اسخلافان إني حلول لو سمي حل أجير لو سمي أو شرعي ودجي سي لو كلا بحر لها أو أي كم تاي صبر كي أو أي كم تاي دول قادة شدي أي كم تاي عفينتي أو اعتذار كي وحا بدان أي كم ديهين مركا ما كلام مارمان وشبك بين أصابعه فريه يسلح قليل مركا من مدى سواح كان سنة إذا إن الله خير من وقفك وناجي الله شيئا وأسوى حمانك ليحجر آذان لهم حقا قال يعني آيات القرآن كاهو وبكر رضي الله عنه مركو فسر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آيات داس وحي تري وكون مؤمنين تأهو ونفتينا لازمة ونفتينا كأت كذا هذه نفتينا أتكأت كاتان ضدك خلاء وحوائد كدل ما ينهن ولا أنت بعد النمو ذو ذا حوائد كدل ما ينهن كدي أذهن أنت أبو بكر وهي تاس لو لم يجدوا ده وأنا جهفرين يا حمانة هريبين لو لم يجدوا رسالة أو ملايين مركز وهو شابي إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وبهي إن ضدك لفره وأنا جحمانة أنا لقرأه مركز سدان سال سمينين دعاي ذو عواقبهم تاس مرك آيات علوم وحيرة وحل ولا جيدا ورقفكي هدي آد حقا أي كجودتو حمانتي آد كريبتو وانا جينا آد برتو أي اسكدي دو هديك هاو قلبي قماني هديك هاو ملاين إن إني ديبكو قطعي أما دارون هدا انتو يستاكتد دعوة أقوب بحديد مقالو يندان مرتيد قرش أقوب بحديد إسو هنوني ديدان شغل كمالهيد هدي واجف كاقي آد قدتي مركاس واجف كاقي واد قدتي وآها وحي الوفر إن آد فرتي قيب دا عضا دي كميد هاد قدتي لكن أساقا حمك آدي من مايه wax uu kaa dhibaayo mar sidaas darteeda ilaahay nabi sallallahu alayhi wasallam ku sabarsiiyey ma in badan aa layidhi ha u murgin kuwa soo hanuuni diiday naftaadana ha u halaagin xasaraad iyo maaragtay shallaytana ha u muujinin qofkii aad wanaag u sheegtay ee kaa diiday amaad xumaanta ka reebtay ee kaa diiday faraha kala bax isaga tag waa midkaas marka midka lagu leeyahay maxaa kaa galay shaqaha ka gelin midka lagu leeyahay waa midkaad ka gudatay inaad wanaagii gaarsiiday xumaantiina ka reebtay marka inay sidaas isku yihiin oo isku dhegan yihiin oo ayna kala maarmin awgeed ayay isugu naseexayaan wayactaqiduuna waxay caqiidaysan yihiin oo markaas ay ku dhaqmaan caqiide kaliya maahane wa caqiidaysan yihiin oo ay tadbiiqiyaan macna qowlihi sal alla alay slam nabi qowlkiisa uu yidhi almuminu lilmumini kalbunyaan muminku muminka kale wuxuu u yahay sida dhismaho kale yashuddu bacduhu bacdan qaarba qaarka kale ayuu adkeeyaa وشبك بين أصابعه فرهن وإسلح كلي مركب والله بطو صالح وكبهي النبي صلى الله عليه وسلم سيء سجود ويهين يسين أكل مارمن يكبهي وقوله ورميسين نبي قولك صلى الله عليه وسلم ويري مثل المؤمنين مؤمنين تتساله هذا في توادهم جعيل كوذا وتراحمهم سكن حريص شذوذا وتعاطفهم يسكن مرنتوذو كمثل الجسد وهل جر أوكل هل جر أوكل أي مؤمنين تويهن توادي ومركة وجعل كأيس جعلهن وكو تراحم كو أسكن حريص الشد أسكن حريص سنيان تعاطف وأسكن مرمتي أسكن مرين أيان تساله ذو حويان كمثل الجسد سيدا هل جر أوكل هل جر ميو أسوء سلبي كراء ويس عذابي كرا وامي صابتو اهدو ودب قبط سي قيب جيركا كميدا قيبتا كلا كهري ميدو وانا حنون سنة ايدا ديبك اسايا جاري من لميدا ها جاري ديبك اسايا جاري من لميدا هي جاري مركوا كالجسد الواحد مثل الجسد اذا اشتكى تصاري يسيئة كي ماشي معنا وجه الشبه وكوسي موجنايا هذا هو مشبه مشبه به لا اسكوشي على اسكوشي بهي ويان لكن هل كي يجيهين إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد إذا اشتكى هدي وكشكت منه جرك أسحال كم ذيه عضو حب تداعى له وحا إسوي يرته له إساق جرك سائر الجسد جرك لن أيا وحا إسوي يرته بالحمى قندق والسهر سوجيت أي إسوي يرته ونقف كي أدو اللقطة لأيه هي تصالى هانو لقطة حنونة إذو وأساق لما وحنون سنة وقندوبية
sidoo kale wax istiraaxa ma dareemayo iyo raaxo ma dareemayo, ma kama hurdi karo, kama shaqaysan karo, isagii ayay saameynaydaa qaybtaas ka mid ah. Sidaasoo kale marka waxa ah haddii qof mu'miniintii ka midihi ay wax ka qaldan yihiin oo dhibaataysan yahay, dadka kalena waa la dhibaataysan yihiin, ilaa ay ka xalinayaan dhibkiisaas oo ay ka daaweynayaan, ayagiina waa la dhibaataysan yihiin. Waxay u dareemayaan dadka mu'miniinta iimaanka dhabta ahi siday u dareemayaan jirkooda qayb ka mid ah markii xanuunkaas uu hayo kale u dareemayaan. Sagaasna waa tusaale kale oo cajiib ah, oo aad iyo aad u xeel dheer. Waa tusaale cajiib ah oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu ka dhigay kaljasad alwaaxid, hal jasad, hal jir oo kaliya. Jirkaasi marka wuxuu wadaagaa wixii naf iyana waa wadaagaa, wixii dhibana waa wadaagaa. Haddii naf gaaro jirka qayb ka mid ah, isagoo dhan waa u wada gudbaya, waa soo gaaraya. Haddii dhib uu soo gaarana, dhibku ayagoo dhan waa uu gaaraya, jirkoo dhan, xibnaho dhan waa uu gaaraya. Marka waa halkaas jir oo kale, halkaas jir oo kale weeyaan. Baahida marka jirku uu isku qabo ayay mu'miniintuna isku qabaana loola jeedaa. Baahida uu jirku isku qabo oo kale ayay mu'miniintu isku qabaan, wajhu shabah waa meeshaas. Sida ay jirkaas isugu xanuunsanayo, qaybo qaybta kale ay ugu baahan tahay, qaybta kale inay u daaweydo oo ay dhibka uga takhalusto ay u baahan tahay, ayay mu'miniintuna isugu xanuunsanayaan, ayna u baahan yihiin inay ay sidaasoo kale isku daaweeyaan oo cinaayadaasoo kale ay siisiiyaan. intaasi marka rumaysan ahlu sunna waljamaca wayaamuruuna waxayna faraan bisabri. Marka taas marka waxay keensanaydaa qofka muuminka inaada khiyaanin, oo maaragtay maalkiisa aadan baadil ku cunin, aadan sirin, wax dhibaato u keenayo dhan aadan ula imaanin. Haddii kale qayb adigii ka mid a inaad dhibayso kale ay la mid tahay khiyaanayso. wayaamuruuna waxay faraan bisabri, in la sabro ay faraan, cinda albalaa, markii bala ay timaado in la sabro ayay faraan ahlu sunna waljamaca. adiladeedana waa fara badan tahay. washukri, iyo in la shukriyo, cinda raha, markii barwaaqo ay jirtana in la shukriyo oo aan la kibrin. warida, iyo in lagu raali noqdo bimuri lqadaa, xaraarka iyo xanuunka iyo dhibka, wixii ilaahay u xukumay, qadaa ilaahay u xukumay xaraarkiisa, macnaa wixii uu ilaahay ku xukumay hadday noqdaan wax adiga dhib ku ah, haddii adiga lagu fiiriyo wax dhib ku ah hadday noqdaan adigii oo jirraday, faqri kugu dhacay, awlaadaadii dhibaata gaadhay, iyo waxa la midka ah, qadahaas kugu dhacay inaad u sabarto. muru lqadaa marka waxaa loo jeedaa xaraarkiisa, waxaa loola jeedaa dhibka kaaga imaanaya, wixii lagu qadaray dhib kaaga imaanaya inaad u sabartid, sababtoo ah middaas ayaa lagu helaa raalli ahaanshaha ilaahay, iyadaana lagu helaa ajirka lagu kasbadaa. oo ilaahay imtixaanaadkiisa waxaa ka mid ah inuu qofka ku imtixaano, muminka inuu imtixaano iimaankiisa intuu la eg yahay uu ku imtixaano. qofka waxaa la imtixaanaa iimaankiisa intuu la eg yahay. marka waxaa laga yaabaa inuu qofka muminka iimaankiisu aadka u sareeyahay uu kaa balaayo badan yahay oo kaa dhib badan yahay, markii loo fiiriyo waxa annaga daahirka ah noo muuqdo, ha u malaynin marka xumaan uu kaa xun yahay, ee waxa weeyaan oo laga yaabo ay u badan tahay wanaag uu kaa badan yahay, wanaag uu kaa badan yahay iyo iimaan uu kaa badan yahay inay tahay. taas marka waxay keensanaydaa qofka muminka marka la imtixaano imtixaanka inuu u sabro, mawaaqif alimtixaan, inuu u sabro oo naftiisa xabiso ayaa loola jeedaa. macnaheedu marka waxa weeyaan qaybta adiga kaaga soo aadan inaad aad xabisto, oo naftaada inaad xabisto oo aadan ka keenin, tusaale ahaan tashakiga inaad ilaahay ka sheegato, cudurka inaad sheegato iyo inaad ilaahay ka sheegato waa kala duwan tahay, waa jiranahay iyo inaad ilaahay u carootood ka sheeg, labay kala yihiin, farqiga u dhexeeya. iyo inaad ilaahay u carooto sidoo kale inaad samayd afcaal kasoo horjeeda sabarkii, waxaasaan la diidan yahay qofkii inuu waaweray iyo waxa la midka u yiraahdo, iyo inuu dharkiisa jeexjeexo iyo inuu isdharbaaxyeeyo iyo waxa la midka ahaa adilada kula kusoo arooray. ahlu sunna marka wuxuu yidhi waxay faraan yaamuruuna bisabri cinda albalaa, markii imtixaan yimaado waxay faraan in la sabro ayay faraan. sidoo kale waxay faraan washukri cinda arrakhaa, markii ay timaado rakhaa iyo barwaaqo in ilaahay loo shukriyo. shukrintuna ma ahan
أفكا كلية ما أهن وأفكا هي قلبك هي حبنها أنت بشكر يا ليرة أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أنا وحولي هاي وحا شكريي ووحي النعماء هو السيدي كشكريي أصدح ميرود وكلا أه عربك يا قلبك إيه حبناها أنت بقى وحا لو لجي مركا أدوا الحمد لله لها أو إلهي إنو كو قلضي ونعمك السي أفك الشيقية أدنا وإني قلبك أنا مداسي وأد عقيدي سنتا يا أفك كريا إنا كأهين ومدة صدح هذا وإنا حبنه كلاتي ما أدعطاعه ومرك إلهي وناك السيئة وإنا ضعاك بدشاه إلهي مالك السيئة مالك إنا دكو كبرين عبادة دين السيئة بدي دون مالك أنا أصدق إيساته ويان تاسا شكري كم إذا مرك وقيب شكري كم إذا شكري مرك كمك وابنا إنا قلبي كعقيدة إذا أما إنا أفك كتلا هذه الحمد لله كمك وابنا وحا ويان إنا عربك كتلا هذه وأفكي أتكاقرة إلهي نعمدي وكسيي إيوه إنا حبنيه كسميدي وحي شكري اه ولماذا وحي لهذا طاعولي بقى وأدونك السماياهي وحي سوهس قلي إذا تحت الشكر هل كان معصية ولي بقى أدونك السماياهي أي تحت الكفر سوهس قلي كفر جي أي كبابتا كفر جي أكل سكايا مرك وكفر النعمة كمذا هل كان شكري جي طاعولي بقى أدونك السماياهي تحت الشكر أي سوهس قلي وأم هاد عرين إلهي أدو أم هاد عرين دي يعني ما ينكي أكو قلي ويعني ما ينكي أكو قلي حديث واحد جرى علماء قارئ يحكي الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم هو يري إلهي أدونك أن نعمة يا نعمة وسيا نوحونا أسيا لنفع العباد أدون ماذا إنه وحكو تره أي إلهي النعمة أن أدونك أن أسينا وحل غيابة إنه مال وسيا عافم علمي وسيا عافمات كبري إن شاء علمي إن شرعي كبري وحبو سيا أدون ماذا وديري يا مركة وحس وحس وديري يا أدونك هادي وأركه وح إلهي أن نعمة يا و sababto ay tahay inuu addoommada ugu gargaaro ku nafciyo oo markaas uu bixiyo ilaahay waa u daa'ima haddii uu arko wax kale uu ka faa'iideysan waayo tusaale ahaan wuxuu u maleeyay juhdi asagu u baxshay iyo dadaal asagu u baxshayna waxaan ku helayo dadka intaas uu dheer yahay kaas hadday tahay marka wuxuu yidhi ilaahay waa ka wareejiya faxawalaha ilaa kayri markaasuu axad kalo markaas ku intifaaco kaga faa'iideeyo jidka loogu talagalay uu ku bedelaa caafimaadka ilaahay ku siiya laga wareejinayaa mid kale loo wareejinaya cilmigii uu ku siiyaa nafciisa laga qaadaya mid kale loo wareejinaya maalkii wahaakada wahaakada marka waa inuu ka shukriyo canda raha markii ilaah u barwaaqeeyo waa inuu shukriya warida iyo inuu raali noqdo ku raali noqdo bimuri lqadaa qadaaha iyo wixii ilaahay xaggiisa ka yimid oo ilaahay uu xukumay ina xaraarkeeda macnaha dhibkeeda inaad ku sabarto cudurada ku imaanaya iyo faqriga iyo wax wanaagsanad weyday iyo waxaasoo dhan inaad u sabarto ayaa loola jeedaa intaas faraan sunna waljamaca dhammaan adiladeeda waa idiin caddahay insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobaynaa baraka allahu fiikum jazaakum khayran.